لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ الدلكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. ومعنى تعلق يعني تأكل، تأكل من شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. فالموت هو مفارقة الروح للجسد، فإذا فارقت الروح الجسد مات هذا الجسد، مات هذا الجسد وصار جثة، والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هذه الروح هي المحركة، هي المحركة لهذا الجسد، هذه الروح هي المحركة لهذا الجسد، يعني نتحرك، نتكلم، نشير بأيدينا، نمشي بأرجلنا، هذا كله الذي يحرك الروح. إذا فارقت الروح الجسد مات، وهذا هو تعريف الموت. والروح من أمر ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، مستقر الأرواح بعد موت الإنسان، هذا من الأمور الغيبية. مستقر الأرواح بعد موت الإنسان من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، يعني ليس للعقل دخل فيها، وإنما تثبت بالوحي. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين تكون في عليين، تكون في الجنة، هذا مستقرها. وأما أرواح الكافرين فهي في سجين، وسجين في الأرض السفلى في نار جهنم، عياذا بالله، لأن جهنم في الأرض السفلى. فالمؤمن عندما يموت تفارق روحه جسده، تأخذها الملائكة أعوان ملك الموت وتصعد بها إلى السماء، ويستأذن لها ويفتح لها أبواب السماء، ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى يصل بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ترد روحه إلى جسده وتكون فتنة القبر، سؤال الملكين، ثم بعد ذلك يكون النعيم. هذه الروح تنعم في الجنة،
ويأتي الجسد في القبر من نعيم هذه الروح، وتظل الروح في الجنة كما جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادها يوم القيامة. وهذا هو الذي ثبتت به الأدلة عنه صلى الله عليه وسلم. يذكر بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال: إنما نسمة المؤمن، نسمة عن روح، إنما نسمة المؤمن طير، وفي حديث مالك طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه، وفي حديث مالك إلى جسده، وهذا حديث صحيح. أما قوله صلى الله عليه وسلم طائر، إما على شكل طائر، يعني الروح تكون على شكل طائر تجسد، أو تكون في جوف طائر، تكون في جوف طائر من طيور الجنة تتنعم في الجنة، هذا روح المؤمن، روح المؤمن. أما روح الشهيد فإن الحديث قال: في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. ده الفرق، إن أرواح الشهداء ترعى في الجنة، تطير في الجنة وترعى من شجر الجنة ومن ثمار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا من هؤلاء هم الشهداء، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. قال ابن كثير رحمه الله: فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. كذا قال ابن القيم وابن أبي العز الحنفي. إذن أرواح المؤمنين تعلق في شجر من أشجار الجنة، لا تنتقل، تأكل من ثمار هذه الشجر. أما أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ترعى من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. وهذا رواه مسلم. وعن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء ابن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عندما تصعد الروح، تصعد الملائكة بالروح إلى السماء، قال: فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه:
ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فيقول قد مات. أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني نار جهنم عياذا بالله. إذا المؤمن عندما يموت روحه تصعد بها الملائكة إلى السماء فتقابله أرواح المؤمنين ويفرحون به ويسعدون ويسألون عن إخوانهم، ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، إلى أن يقول مات، يعني لم يأتهم، مات. أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، نعوذ بالله. وعن أبي موسى الأشعري أنه قال تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، يعني تخرج منها روح أطيب من المسك، فتعرج به الملائكة، تصعد به، فتعرج به الملائكة الذين يتوفونه، اللي هم أعوان ملك الموت. ملك الموت عليه السلام هو الذي يقبض الروح، فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين، أخذوها منه فجعلوها في الكفن والحنوط وصعدوا بها إلى السماء، فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة توجوه، أي ألبسوه تاجا، هذا فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال فيقولون حياكم الله وحي ما جئتم به. فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله، فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس، يعني يصعد به إلى السماء السابعة كما جاء في حديث البراء. ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيده إلى الأرض. وروح الكافر أنتن، يعني من الجيفة، وهو بوادي حضر موت ثم أسفل الثرى من سبع أراضين، عياذا بالله. روح الكافر تطرح طرحا، لا تفتح لها أبواب السماء، فتطرح طرحا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه، ويقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في سجين. سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، يعني مكتوب فيه أسماء أهل النار، وهذا عياذا بالله في الأرض السفلى. أما أن هذا بوادي حضر موت، يعني في الأرض السابعة، فإن ثبت هذا الأثر الموقوف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيكون هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولكن الشرط هنا أن يثبت، فالله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة، هذا موقوف أيضا. وعن عبد الله بن مسعود قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم هذه داركم، فذلك قوله يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في البرزخ، في البرزخ هذه الأرواح تعرض على النار، أرواح الكفار في النار، أرواح الكفار تعذب في النار، وأرواح المؤمنين تنعم في الجنة كما ذكرنا، وهذا أيضا موقوف.
وعن الحسن قال: إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعل، فيقول الملك: ارفقوا به فإنه خرج من غم وكرب شديد. الدنيا الدنيا دي غم وكرب، ولذلك المؤمن عندما يموت يستريح من هذه الدنيا. فيسألونه ما فعل فلان فيقول: خير. فيقولون: اللهم هديته لذلك فثبته لذلك ما فعل فلان. فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا والله، ولا مر بنا سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. هذا أخرجه الحاكم عن الحسن مرسلا، وفيه المبارك ابن فضالة، وهذا يدلس وضعفه النسائي. يبقى إذن هذا أثر ضعيف، لكن ثبت هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هناك اتصال بين الروح والبدن كما قال ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى. إذن هناك اتصال الروح تنعم في الجنة والجسد في القبر ينعم، وأرواح الكفار تعذب في النار وأجسادهم في القبور تعذب. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. هذه المسألة، وهي: ماذا ينفع الميت بعد موته من عمل الأحياء؟ ما الذي ينفعه وما الذي يصل إليه؟ أما ما كان سببا فيه فإنه يصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. هذا إذا كان بسبب منه. أما إذا لم يكن بسبب منه فما الذي ينفعه؟ بالإجماع ينفعه الدعاء والصدقة، هذا بالإجماع لا خلاف في ذلك. الدعاء ينفعه والصدقة تنفعه، ويصل ثواب ذلك إليه. لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا في تلاوة القرآن ووصول ثوابها إليه، هل هذا ينفع أم لا، وكذا الحج وكذا العمرة، هذا قد اختلفوا فيه. أكثر العلماء على أن هذا ينفع، وعلى أن ثواب هذا يصل إليه، وهذا مذهب جمهور السلف، ومذهب منهم أبو حنيفة وأحمد. أما المشهور من مذهب الإمام الشافعي وكذا مذهب الإمام مالك أنه لا يصله شيء من ذلك. أما أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قالوا لا يصله شيء إطلاقا، لا دعاء ولا صدقة، وهؤلاء أهل بدع وكلامهم مردود بالكتاب والسنة. فأكثر أهل العلم على أن هذا ينفع، لو قرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت نفعه ذلك. كذا إن مات وعليه صوم صام عنه وليه أو غير وليه،
وأيضا ينفعه ذلك. كذلك أيضا من حج حجة عن فلان أيضا ينفعه ذلك، أو اعتمر عمرة عنه أيضا ينفعه ذلك. وهذه مسألة خلافية، هذا الذي نتكلم فيه خلاف، فيه خلاف أكثر أهل العلم على الجواز وأنه ينفع ويصله. أما الصدقة والدعاء فهذه فيها إجماع، هذه ليس فيها خلاف. أما الدليل على الصدقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، توفيت أمي ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وهذا صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. هذا الرجل جاء مصرحا به في أحاديث أخرى، هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان غائبا وقد توفيت أمه، فلما رجع كما يأتي في الرواية التي بعدها عن عائشة رضي الله عنها، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا أخرجاه، وهذا دليل على أن الصدقة تنفع الميت. وكان سعد رضي الله عنه له حائط، حائط يعني بستان اسمه المخراف، فتصدق به عن أمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني أشهدك أن حائط المخراف أني قد تصدقت به عنها. ولذلك خير ما يتركه الإنسان بعده الولد الصالح، هذا خير ما يتركه الإنسان، فإنه ينشغل به يعني يظل يدعو له. عامر بن عبد الله بن الزبير لما مات أبوه عبد الله رضي الله عنه قال: مكثت أدعو له في صلاتي سنة، أدعو له بالعافية أن الله يعفو عنه. انظر، سنة في صلاتي، سنة يدعو له، لم ينس أباه. وهكذا الولد الصالح لا ينسى أبويه، إنما يظل يدعو لهما ولا ينساهما مهما طال الزمان. وإن استطاع أن يتسبب بصدقة فعل، أو بعمل صالح فعل، وهذا من برهما بعد موتهما، والولد من كسب أبيه، سبحان الله، والولد من كسب أبيه. يعني عندما تعمل صالحا أبوك أو أمك يأخذان نفس أجرك لأنهما كانا سببا فيك، وكان يشجعانك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع له الدرجة في الجنة فيقول: يا رب، أنى لي هذا؟ يعني من أين هذه الدرجة التي رفعتها في الجنة، من أين؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وعن أبي أسيد وكان بدريا قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله،
هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك، فهذا الذي بقي عليك. وهذا سند ضعيف، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة، قال يقول: يا رب ما هذا؟ قال: فيقول: استغفار ولدك لك. وهذا سنده صحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية يعني فعلها في حياته، لو تصدق به عن تصدق بصدقة جارية أحد، سواء من ولدي أو من غيرين بعد موته تنفع أيضا، وهذا بالإجماع. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم، يعني ياسين. هذا سند ضعيف، كأنه أتى به هنا ليقول إن قراءة القرآن تنفع الميت، إن قراءة القرآن تنفع الميت يعني. ولكن هذا سند ضعيف، ولكن الإنسان كما ذكرنا لو جلس وقرأ قرآنا ووهب ثوابه لميت من أمواته فهذا إن شاء الله عند الجمهور ينفع. لا، أي شيء من القرآن. وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لولده: إذا أنا مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا، وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وسنوا التراب علي سنا، واقرأوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يستحب ذلك. يقول عبد الله هو ابن عمر، عبد الله ابن عمر، لكن هذا سند ضعيف، هذا سند ضعيف. وعن معروف الكرخي قال: رأى رجل أباه في المنام فقال: يا بني ما لك، ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال: قلت يا أبا كيف تأتيك هديتنا؟ قال: يقول يا مالك يا قدير يا من ليس له نديد، وربما قال نظير: أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لوالدي، إنك على كل شيء قدير. قال فقالها فرآه بعد، فقال: يا بني قد أتتنا هديتك، يعني الدعاء. وكما ذكرنا هذه المنامات يستأنس بها. وعن الشعبي قال: كانت الأنصار تستحب أن يقرأ عند الميت بسورة من القرآن. هذا سند ضعيف، فيه مجالد بن سعيد وضعيف. وعن أحمد ابن محمد ابن الفضل القاضي بسمرقند قال: سمعت أبي يقول: رفعت شيئا من الطريق فقلت: أجر هذا لشيخي، فرأيته في المنام فقال: يا بني قد وصل إلي، يعني رفع الأذى من الطريق هذا صدقة. فلما فعل ذلك قال: هذا لشيخي، يعني وهب ثواب هذا العمل لشيخي. فرآه في المنام فقال: يا بني قد وصل إلي. وهذا أيضا كما ذكرنا هذه الرؤى المنامية يستأنس بها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه ينفع الميت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. مسألة سماع الأموات، هل الميت يسمع الحي؟ هل الميت يسمع هذا؟ هذه مسألة خلافية. من العلماء من نفى ذلك مطلقا كما في هذه الترجمة، ويستدلون بقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. ولكن هذه الآيات في الكفار، ومن والسماع هنا سماع انتفاع واستجابة، فهؤلاء لا يستجيبون لك. والقول الثاني أنه قد ورد في بعض المواطن أنهم يسمعون، وهذا هو الصحيح. من ذلك عندما يدفن الميت ويهال عليه التراب فإنه ترد روحه، وإنه لا يسمع من على القبور، وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موطن يسمع فيه. كذلك عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في يوم بدر بعد أن ألقوا وطرحوا في قليب بدر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم فيقول عمر: يا رسول الله، إنما تكلم أناسا قد جيفوا، يعني صاروا جيفا. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لأنه جعل يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ يا فلان ابن فلان. فعمر يقول: يا رسول الله، إنما تكلم أناسا قد جيفوا. فيقول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. كذلك أيضا عندما تذهب لزيارة القبور تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذن فهذا لمن هذا لمن يزور القبور ويسلم على الموتى. ووردت أحاديث أن الإنسان عندما يزور أحدا ويسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه، ولكن هذا الحديث مختلف فيه. الإمام ابن كثير رحمه الله قال: سنده جيد ولكن ضعفه غيره، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. فلذلك نحن نكتفي بما ورد من الأدلة. وهذا قول أكثر أهل العلم، أما من منع فيستدل بهذه الأدلة التي ذكرها هنا اللالكائي رحمه الله، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر، قليب البئر المهجورة، وذي دفن فيها طرح فيها جثث المشركين، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول، يسمعون ما أقول. إذن هذا دليل للجمهور الذين يقولون بذلك. قال: فذكرت ذلك لعائشة
يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه لما سمع هذا من ابن عمر ذكره لعائشة رضي الله عنها فقالت وهلا أبو عبد الرحمن، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال إنهم الآن يعلمون، إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قرأ إنك لا تسمع الموتى، ثم قرأت عائشة إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وكذا الرواية التي بعدها عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم يسمعون ما أقول. قال عروة فذكرت ذلك لعائشة فقال وهل ابن عمر، إنما قال ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. أخرجه البخاري. هذا علم عائشة رضي الله عنها. العلماء يجيبون بأن هذا هو علم عائشة رضي الله عنها، لكن ثبت الحديث من حديث ابن عمر وحديث أبي طلحة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمعون، وزيادة الثقة مقبولة. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها لم تشهد هذا الموقف، فيكون الراجح في هذه المسألة ما ذكرناه أن سماع الأموات مقيد بما جاءت به النصوص. النصوص جاءت في كذا وكذا وكذا نلتزم بهذا، وما عدا ذلك فالله تعالى أعلم، والله عز وجل أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.